يعني هو ظل الجهد المبذول بالنسبة للاعبين وضغط المباريات، أنا أشوفه أنه نقطة يعني لا بأس بها. فريقنا يعني ما ارتاح حقيقة، لاعبين ما ارتاحوا، وكان شيء متوقع خاصة بالشوط الثاني يكون مسؤول بدني يكون بالنزول. انتهت مباراة الحدود، علينا نلملم أوراقنا ونحاول أنه ما نتمرن، نحاول أنه شلون نستشفي ونستعد مباراة أربيل، لأن بعد ساعات إحنا سافر لأربيل ومن ثم البصرة. لا لا، هو شوف، هو يعني الفار شيء روعة حقيقة، يعني أنا واحد من الناس يعني أكثر، يعني يمكن أكثر نادي سعيدين به هو الفار، ضافة لأنه الوقت البدل الضاع بدأ ينحسب يعني 7 دقائق و10، بس هي نقطة إنه مو كل حالة أرجع الفار، مو كل حالة أرجع، ما يكون إنه استعمال الفار، استخدام الفار بصيغة يعني بصورة مبالغة، ممكن إنه هو وليدة لهاي السنة، لكن هو كمنظومة فار يعني شيء